عيد الفطر بغيت نقول لكم عيد فطر مبروك عليكم ويدخلوا عليكم بالصحه والسلامه الله يسهل عليكم وكنتمنوا دائما الخير للجميع وشكرا لكم. كنقول لكاع المتابعين ديالي عيد مبارك سعيد بالصحه والسلامه يا رب وان شاء الله هذا العام يدخل عليكم وكاع داكشي اللي كتمنوا يا ربي. كما هو العاده الاجواء ديال العيد هي اجواء خاصه اجواء روحانيه اجواء البهجه اجواء الفرح اجواء السرور وسط واحد الحياه اللي هي شويه فيها ولا فيها الضغط بزاف ولا فيها ستريس بزاف تجي هذه المناسبات الدينيه والاعياد خصوصا باش الانسان يعيش شويه ديال الاجواء الدينيه شويه ديال الاجواء الروحانيه خصوصا واننا دابا من بعد شهر رمضان اللي هو شهر العباده وشهر القيام اكيد ان الناس محتاجين مثل هذه الايام باش يعاودوا يجددوا الطاقه باش يرجعوا مره اخرى الى العمل والانتاج. وبغيت نقول عيد مبارك سعيد لكل المغاربه ان شاء الله يعيدوا ويعاودوا بكل ما تمنوا.